يعني في حلقتنا الماضية سارة كنا حكينا عن الفقرة اللي كذلك دخلت لها البرنامج، وهي فقرة اللي دائما تعنى وتهتم بكل عندهم موهبة في أي مجال. أبواب صباح الشروق مفتوحة لكم، أبواب الشروق كذلك مفتوحة لكم حتى تعرفوا الناس بموهبتكم. في هذا الصدد راهي حاضرة معنا سعد اليوم نقولوا ضيوفنا ماشي مواهب، راهي حاضرة معنا قطني مليكة، مرحبا بك. الله يسلمك، مرحبا بكم. يعني وكذلك معنا حربوش زيتوني. يلا حربوش زيتوني شوقي. شوقي مرحبا بك. الله يسلمك. اذا اليوم راح نتحدثوا على اخر مسرحيه قدمتوها، المسرحيه اللي كانت مؤخرا قمتم بها، مسرحيه الدينامو. الدينامو للمسرحيه ليوجين اونيل. هو كاتب امريكي، يعني امريكي معروف. هي المسرحيه هذه ما طرقوش لها كثيرا في الوطن العربي. يعني يمكن الموضوع ما طرقوش، الموضوع حتى المسرحيه لم يتم يعني العمل عليها في الوطن العربي، الا يمكن مسرحتين او اثنين يعني في سوريا وهذه السنه في الجزائر. يعني كان لنا شرف انه احنا في المعهد نعملوا في على مسرحيه يوجين اونيل الدينامو، المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمع البصري. نحن ندرس انا زميلي يعني شوقي في الدفعه. هي اول دفعه ألمدي تتخرج هذه السنه ان شاء الله، قالها ثلاث شهور برك تتخرج. قلت لك عملنا على مسرحية الدينامو مع الأستاذ تاعنا المكون المخرج يسعد عبد النور. نوجه له تحية. يلا نحكوا على هذا المسرحية، على وش يعني تتحدث المسرحيات؟ المسرحية هي كشغل فيها بزاف صراعات، فيها بزاف صراعات وفيها كشغل عدة مواضيع مختلفة في موضوع واحد. صراعات بين من؟ تبنى على التناقضات. تناقضات. يعني تناقضات في المجتمع، تلقاي عائلة بين الديانات، مثلا ملحد ومتدين، لكن يعني الملحد شدة الإلحاد هذاك تاع أنه ما يأمن بولا شيء ويمارس هذيك السلطة على العائلة تاعو، والمؤمن يعني احنا درنا اسقاط على يعني المسيحية، أنه يوصل لدرجة أنه الإيمان تاعو هذاك التشدد. التشدد وهذا اللي ينعكس على يعني العائلة تاعو والعلاقات، يعني العلاقات ما بين العائلة الأولى الملحدة والعائلة يعني الملحدة. كيف يتعايشوا مع نقولوا بين الديانات؟ وهذا من نعم بين الديانات، ولكن يكون شغل حب التملك، حب السيطرة، شغل نفاق فيها نفاق المال. ولكن في الأخير يظهر أنه المال يقدر يشري كلش، راح يشري كلش. يعني انتم اليوم مليكه وشوقي ما خفتوش يعني من الانتقادات، وخاصه لما طرقتوا الى مواضيع حساسه يمكن وتعتبر مثلا المواضيع السياسه، مواضيع الديانات، يعني تعتبر خطوط حمراء؟ اكيد. يعني ما كانش عندكم تخوف من هذا الشيء؟ لا، يعني احنا بالنسبه لنا المسرح هو مرآه المجتمع، يعني هو اللي يعكس وش صار في المجتمعات. يعني ومادام احنا يعني حبينا المسرح، انه المسرح هو اولا واخرا يعني رساله يؤدي. أكيد. رساله، واحنا شفنا انه هذه المسرحيه مع المخرج يسعد عبد النور انها تؤدي رساله مهمه كثير في المجتمع، انه لازم نتقبلوا الاخر بسلبياته بايجابياته، ونتعلموا كيف يعني نسمعوا بعضنا، نتعايش مع بعض، يعني حتى باش نبنوا المجتمع تاعنا. لا، ونعرفوا انه هذه المسرحيه للكاتب يعني امريكي. يعني تشوفوا انه هنا المسرح الجزائري يعاني من قله النصوص، يعني حتى يعني عالجتوا قضيه ربما لكاتب اجنبي؟ انه الجزائريين هنا في الجزائر يطرقوا فقط المواضيع السهله. احنا حبينا كشغل محترفين وقاريين اكاديميين يعني في المعهد، حبينا نطرقوا للحوايج شغل صعبه شويه. ومعروف الكاتب الامريكي وجاني نيل يخدم على النفسيه بزاف، المدرسه النفسيه، المدرسه النفسيه بزاف، اللي هي صعبه صعبه. لهذا شغل احنا كنا هذا تحدي لنا، يعني هذا يعتبر تحدي بالنسبه لكم. التحدي لانه بالنسبة. حتى هذا الكاتب يعني يوجين اونيل هو حتى في روسيا انه هو في السنه الخامسه لتخصص تاعنا فن التمثيل يعني يدرس كماده. احنا يعني جاتنا الفرصه انه نتعامل مع النص تاعو، واللي عنده يعتمد كثير على النفسيه والعمق النفسي، حتى انه الانسان يقعد يتساءل عن نفسه يعني ما الهدف تاعو في هذه الحياه. نعرفوا نحن كمجتمع جزائري له خصوصيته من حيث نقولوا التقاليد، العادات، الديانه كذلك. يعني ما خفتوش، ما كانش عندكم تخوف من اسقاط نقولوا يعني ديانه اخرى وموضوع اخر يعني
وغربية، أفكار غربية على مجتمع له خصوصيته كمجتمع الجزائري؟ لأنه لقينا شغل ترابط بين المجتمع وش راه صار في المجتمع الغربي والمجتمع، لأنه المسرحية أصلا تحمل بعد إنساني. يعني نعم المسرحية هي تحمل بعد إنساني، يعني وحتى أنك تسقطيها يعني هنا في الجزائر، يعني احنا الدين تاعنا يدعو للتعايش بين الديانات، يعني الدين تاعنا ما يعني عمره لا يفرض عليك أنك ترفضي الآخر ولا تتعنفي الآخر ولا تكوني ضد الآخر، يعني وهذا اللي ما يعني. وكيفاش يعني كان ردود الفعل من الجمهور اللي جا حضر العرض؟ يعني الحمد لله لقات صدى كبير خاصة أنه ما كانوش يتوقعوا منا طالبة المعهد أنه المعهد يخرج مثل هذه الطاقات. جاءوا شافونا فنانين كبار ومخرجين كبار وكنا سعيدين يعني كثير انه المسرحيه تاعنا اندرجت في اطار يعني اطار مهرجان المسرح المحترف الوطني، يعني كنا سعيدين وعلى هذيك نشكره كثير، يعني المسرح الوطني اللي فتح لنا الابواب. يعني كيفاش جات الفرصه انه اختاروكم يعني لاداء هذه المسرحيه؟ يعني اختيار المسرحية هو العرض هو للمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمع البصري لطلبة سنة الثالثة، يعني أول دفعة أنا تخرجت السنة. يعني احنا عندنا اتفاقية مع المعهد والمسرح الوطني، لأنه المعهد كأكاديمي هو اللي حيخرج الفنانين، هو اللي حيخرج يكونهم يعني يزيد يسقل الموهبة، لأنه موهبة يعني بدون تكوين موهبة ما تكون عندها ما عندهاش قيمة محدودة احنا بالعامية تاعنا. يعني انه فتح الباب انه جاء يعني حطنا تحت المجهر، شاف العرض يعني وشافوا انه مناسب انه يجوز في المهرجان، وكانت لنا الفرصه انه جزنا فيه. يعني هو كذلك كان مناسب لكم الادوار فيما يخص يعني يعني على هذه المسرحيه حكينا، ولكن نروحوا الى اعمال اخرى يمكن قمتم بها مليكه وكذلك شوقي في مش فقط المسرح، وانما كانت لكم ادوار يعني في السينما في الدراما، احكوا لنا اكثر. يعني انت نبدا بك مليكه. نعم اسمح لنا شو درنا عليه بنات ما هو قراره قلت لك في البدايه تاعي انا بديت مسرح مدرسي، ومن بعد كان عندي الحظ اني خدمت مع جمعيات، عندي مسرحيه القصائد التي احترقت، مسرحيه السوسه، مسرحيه وطن الملائكه، يعني ومسرحيه كثير من المسرحيات يعني. ومن بعد جاتني فرصة أني ندخل معهد المركزي للتمثيل والموسيقى والرقص، يعني سحتو هذا، درست فيه مدة 4 سنين، ومن بعد عاودت انسحبت يعني من الميدان وكملت دراستي، لأني متحصلة على ليسونس في العلاقات الدولية وماستر الدراسات الأمنية. يعني تفرغت يعني للدراسة، تفرغت للدراسة تاعي، ومن بعد في نفس الوقت يعني كانت عندي أول فرصة أني نتعامل مع التلفزيون، يعني مع المسلسلات، كان عندي مسلسل نور الفجر مع عمار تريباش، مسلسل أحلام مؤجلة مع عمر شوشان، مسلسل طوق النار مع بسام المصري، فيلم أيادي الورد، فيلم صرامة أم، فيلم لعبة الضمير، يعني كثير من العديد من سلسلة فكاهية لقهوة عمي موح كذلك. يعني وكان عندي تجربتين في السينما، كان عندي فيلم ليزانتخ الدخلاء حازولي محمد حازولي، ومؤخرا يعني اول فيلم عملناه السنه اللي فاتت، اول فيلم موجه لفيلم سينمائي موجه للاطفال، يعني اسمه كبش العيد مع صادق الكبير، يعني لحد الان مازال ما خرج للسوق، هو اول فيلم سينمائي عملناه مع وكاله الاشعاع، كملنا التصوير والمونتاج وكاع، نستناو برك في العرض الشرفي للفيلم. وبالنسبه كذلك لشوقي؟ انا بديت كنت صغير، صافي عندي دوكا حتى 8 سنين هكا كملي بديت المسرح، بديت بمسرح الطفل، بديت في دور شباب. دور شباب دخلت في واحد التعاونيه في المدينه تاعي مدينه سطيف. الله يبارك. خدمنا درنا لي تورني منا، كملت حتى وصلت جبت الباكالوريا تاعي، وليت دخلت قريت في جامعه قسنطينه في فنون وثقافه. انه ملقيتش براتيك بزاف، ملقيتش في الجامعه تاع ملقيتش براتيك تطبيق بزاف، وليت انتقلت هنا للمعهد. خدمت في مسرحيات كثيره، خدمت منها مسرحيه التحدي،
مسرحيه جحاو جحجوح، ختمت لعبه الموت لتوفيق توفيق الحكيم. هذا بالنسبه للمسرحيات. لعبت روميو جولييت انا ولا يعني دائما هناك تعامل حتى مع بعض. في هذه المسرحيه تاعنا الدينامو كان عندني الحظ انه هو يلعب وليدي يعني مع اني بنته يعني لعب وليدي ونعنفه كثير لانه الدور تاعي عندي الام هذيك المتشدده، لانه حتى هي يعني كاين اسقاط هنا في الجزائر انه الام هي اللي تختار انه الابن تاعها مع من يرتبط وانها تفرض عليه انه لا لازم تاخذ يعني بنت اخرى وتدخل له في حياته وفي الاخير تندم. يعني كيفاش قدرت يعني كثير من الممثلين يقدروا انهم يتقمصوا ادوار تاع الام وهما يعني ما عاشوش هذه المرحله؟ هذا هو يعني لهذا هذا وش يمد لنا المعهد تحدي. يعني المعهد تاعنا هو هذا هو اللي يمده لنا، انه يعلمك يعني كيف تتقمص كل الادوار سواء تكون كبيره عليك ولا صغيره عليك، قريبه عليك ولا بعيده عليك، عشتها ولا ما عشتهاش. إذا هذه هي بالنسبة للأدوار اللي قمت بها مليكة. يعني مليكة وشوقي يعني اللي يدرس يدرس واللي يعني راهو مع يشتغل يشتغل، ولكن أنتم راكم حابين أدواركم في هذه الحياة يعني كممثلين؟ حابين؟ عفوا أدواركم؟ أدوار أكيد أكيد مش على مش على خشبة المسرح يعني يعني أسكو أنتم راكم راضيين على كل ما أنجزتموه يعني وعندكم طموح أكثر أنكم يعني تروحوا للبعيد لمالا؟ أكيد أكيد هو أنه بالحب والإرادة حاجة وما تحبهاش وما تبغيهاش صح من قلبك ما راحش تنجح فيها. صح لأنه أصلا يعني المسرح يعني هو جزء من الحياة تاع المجتمع، يعني حياتك حياتي حياتك كل نهار أنك حتلعبي الدور وحتى يكون عندك فرصة أنك تعيشي حياة الآخر. صح وهذا يعني وأنك في نفس الوقت يعني تعيشي تمدي مختلف شخصيات تمدي مختلف تمدي درس لأنه يعني وهذا اللي أنا نلمسوه حتى الآن يعني في الدولة تاعنا الحبيبة أنه بدا يصل هناك اهتمام كبير بالمسرح ويعرفوا دوره في بناء المجتمع يعني، وان شاء الله يكون مستقبلا اهتمام كبير يعني اكيد هذا ما نرجوه ودوره في المجتمع ان شاء الله تكون على ثقافه المسرح في الجزائر. ان شاء الله كل التوفيق يعني ومشاريعكم. اسكو عندكم عروض يعني يمكن مسار يعني مسرحيات اخرى راكم تحضروا لها؟ أكيد شوقي اكيد عندي مسرحيه فيروز اللي انا نحضروا فيها مع المخرج جمال بوخليفه من تلمسان مع واحد الاخت ثاني ساره. مازال ما بديناش فيها، راح نطلعوها ان شاء الله في المسرح الوطني. وعندنا كذلك مسرحيه تاع التخرج اللي في المعهد العالي. ان شاء الله ثلاث شهور هكاك تتخرج. عندي مسرحيه هي البارح كان العرض الشرفي تاعها في قصر الثقافه. هي مشاركه في اطار المنافسه في المسرح في المهرجان المحترف. يعني البارح كان عندنا العرض الشرفي وغدا ان شاء الله ندعوكم لحضور العرض يعني في اطار المنافسه على 3 مساء ان شاء الله. يعني مسرحيتي بعنوان اسف لن اعتذر. يعني تناقش باش ما نحرقوش يعني الفكره والموضوع والمسرحيه يعني تجريب الاستعمار الفرنسي في الجزائر. يعني ان شاء الله تاريخيه، مسرحيه تاريخيه ان شاء الله. كل التوفيق لك مليكه وكذلك شوقي نورتونا بالحضور نتاعكم.